Don't forget to subscribe. كم خوش يا حبايبي، نتمنى تكونوا بخير بألف خير إن شاء الله. المهم إخوان، في ظل هاد الأزمة اللي شنعيشوها حنا كاملين، أنا قررت ندير واحد السلسلة من الفيديوهات اللي كل نهار غادي نعرض لكم فيها فيديو، داكشي كيتخص بناء الجسم. بالنسبة للناس السبورتيف، باش على الأقل تبقى شاد الفورمة ديالك، وبالنسبة لدوك الناس اللي تقول لك الملل كدا، حنا الناس في راه بيان سور اش الملل، ونشم الفراش التليف والماكل راه بيان سور الملل. المهم عندك واحد فهمتيني اكزرسيس تقدر ديرو شاك فوا شاك جور ان شاء الله فهمتيني، تخدم بها صحيح شكلها تنفعك ومناش حارب الملل. وبالنسبة للناس سبورتيف تبقى شاد شوية الفورم على الأقل حسن متبقى ناعس. الاكزرسيس ديال اليوم غادي نخدمو ان شاء الله بايسيبس دراعتين، غادي تحتاج فيه والو شي شحال صعيب تبرمي في الدار تصطح في اي بلاصة. المهم انا محتاج فيه الشال ديال الوالدة الله يسمح لنا من الوالدين، لا دير سروال تقدر دير فوطة اي حاجة. غادي نحتاجو الطوب كروم. الو يلا خوشي طوب كرونو وينطلق عديد. الي يا بسم الله I'm gonna go.
كنكونوا في هذا الوقت وصلنا لسبعة دقائق الو هي خمسة دقائق ونص ديال الخدمة فهمتيني. كنتمنى اخوتي تكونوا استفدتوا من هذه الخدمة وان شاء الله موعدونا في السلسلة الفيديو المقبل ان شاء الله.